مع سعدون ضمد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. تسعى الحكومة العراقية إلى اقتراض مبلغ 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقد تطلب 4 مليارات أخرى من أجل الإصلاحات الاقتصادية كما تقول. واجه طلب القرض هذا اعتراضا من قبل أعضاء في البرلمان ومن خبراء اقتصاد، ووجه اعتراضهم مبني على أن القرض هو لتمويل الرواتب، وبالتالي يزيد من إنفاق الحكومة ومن الأعباء المالية، ويرهق البلد والأجيال اللاحقة بفوائد القروض. محاولات الحكومة لتقليل العجز في الموازنة وإيجاد مصادر تمويل لها قابلها البرلمان باعتماد سعر 45 دولار للنفط بدل 42، الأمر الذي سيرفع الإيرادات المتوقعة، ما يؤدي إلى خفض العجز في الموازنة كما يقول أعضاء في البرلمان. حراك الحكومة والبرلمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية يعكس حجمها وخطورتها والصعوبات التي تواجهها، فهل هناك حلول أخرى غير الاقتراض؟ هل سيخصص القرض للرواتب؟ ما طبيعة القروض أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول المتضررة اقتصاديا من وباء كورونا؟ هل هناك سقف مالي لها؟ وهل شروطها أسهل؟ إذن أعزائي المشاهدين، قرض مالي جديد، تمويل رواتب أم إصلاح للاقتصاد، هو محور النقاش المحايد هذا المساء مع النائب ناجي السعيدي عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة مياد النجار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، والدكتور محمود داغر الخبير الاقتصادي. ورحب بضيوف الكرام أعزائي المشاهدين، وأدعوهم وأدعوكم لمتابعة هذا التقرير. في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة المالية النيابية لخفض الإنفاق العام والاستمرار بالنقاشات مع الوزارات والهيئات المعنية من أجل ذلك، كشف وزير المالية علي علاوي في مقابلة صحفية عن محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض طارئ بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر بحسب وصفه. فيما أشار صندوق النقد إلى أن المحادثات جارية مع السلطات العراقية للحصول على قرض عاجل للإيفاء بالتزاماتها المالية في موازنة العام الجاري، وأن العراق طلب التمويل عبر أداة التمويل السريع التي تتيح لأعضاء الصندوق الاستفادة منه دون وجود برنامج إصلاحي طويل الأمد. العودة مرة أخرى للقروض أثار دهشة الخبراء الاقتصاديين الذين يتساءلون عن سر الاستجابة السريعة لصندوق النقد حيال هذه القروض، وهو يعلم أن لدى العراق أموالا يمكن أن تكفي إذا ما تم تجفيف منابع الفساد، حيث إن ميزانية العراق الأخيرة توازي ميزانية 4 دول بحسبهم، كما أن البنك يعلم بأن هذه القروض لا تذهب للإعمار وإعادة البنى التحتية أو الخدمات، بل لدفع الرواتب، وهذا مخالف لشروط البنك. ويرى خبراء آخرون أن هذا القرض يغلب عليه الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي، وليس هناك حاجة ماسة تدفع العراق إلى العودة إلى اتفاقية دعم ومساندة طويلة الأجل من صندوق النقد، مؤكدين أن الحكومة دائما تذهب بالاتجاه الحل الأسهل وهو الاقتراض الذي بات يهدد مستقبل الأجيال، إذ بلغت القروض الخارجية 27 مليار دولار تستحق عليها فوائد وأقساط منتصف عام 2022، ومع الاقتراض الجديد سوف يزيد عبء الدين وعبء تسديد الدين على الأجيال القادمة، والتي قد تصل إلى العام 2075، في الوقت الذي يعتمد العراق على النفط كمورد أساسي والمتوقع انخفاض الطلب عليه في العام 2045. فكيف يمكن تسديد تلك الديون المتراكمة عليه بعد هذا التاريخ؟ هذه التساؤلات وغيرها الكثير بحاجة إلى أجوبة علمية ومقنعة من قبل الحكومة وفريقها المختص. من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين. أستاذ ناجي، أبدوياك عند موضوع القروض. قبل ما أبدو بتفاصيل الموازنة واجتماعكم الأخير اليوم، أريد تعليق أولي على هذه القروض. ماذا قررتم باللجنة المالية بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات لك وضيفك الكريمين
ولا مشاهديك الكرام، طبعا اليوم الاقتراض فيه خطر جدا، تبعات المستقبلية خطرة، فوائده، أقساط الديون، الديون المترتبة عليه. العراق جاي يعاني بسبب هذه الموضوع بالذات من 1990 لهذه اللحظة، تبعات ديون نادي باريس والمنظمات الأخرى وحجمها بالموازنة العامة، تسديدها ما يقارب 14 إلى 15 تريليون دينار سنويا كفوائد ديون وأقساط ديون. وبالتالي هذا الموضوع مستبعد بالكامل من اللجنة المالية. احنا في 2019 اقترحنا، وكان الاقتراح من عضو اللجنة المالية النيابية دكتورة أنعام الخزاعي، عضو اللجنة المالية عند تحالف سائرون، انه وقفنا الاقتراض الخارجي والتجئنا عند الحاجة للاقتراض الداخلي. بالتالي اليوم الاقتراض الخارجي مرفوض من اللجنة المالية جملة وتفصيلا. طيب، هو تصريح وزير المالية يقول بمجرد اقرار الموازنة احنا اصلا اكو وفد دا يتفاوض ويا صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي اعلن انه العراق يطلب هيك قيود. بهالحاله انتم ما لكم علاقه بالموضوع؟ في 2019 وضعنا بند حاكم في الموازنه، منعنا به الحكومه من اللجوء الى اي اقتراض خارجي جديد. طيب شلون الحكومه الان لجأت؟ وبالتالي انه هذا الاقتراض اللي جت ايه هو يعتبر نافذا بعد مصادقة مجلس النواب عليه في الموازنة العامة الاتحادية. ما دام إلى هذه اللحظة لم يصادق عليه في اللجنة فلا يعتبر القرض نافذ، وبالتالي رفضه من قبل مجلس النواب راح ينهي هذا القرض بالتالي. وبالتالي أي عمليات التفاوض الآن وفتح نوافذ حسب تعبير وزير المالية ويا صندوق النقد الدولي هذا يعني بالدقة الآن لدينا في الموازنة العامة الاتحادية لعام 21.6.61 مليار دولار كاقتراض خارجي، قسم منه 70% مشاريع جديدة، نعم، و40 و30% مشاريع قديمة مستمرة. وحتى المشاريع المستمرة احنا عدنا عليها ملاحظات، يعني مثلا بعض المشاريع المستمرة في الاقتراض الخارجي اللي موجودة على أرض الواقع ما موجودة لحد الآن، لم يبدأ بالعمل بها من 2008 لحد الآن. يعني على سبيل المثال، يعني وهذا طبعا اريد اتحول به بعدين الست ميادة، طبعا انا متابع مثلا على سبيل المثال للحصر، نعم، لمدة سنتين مع وزارة الصحة قرض من منظمة الدولية اليابانية جايكا لبناء مستشفى في الشطرة ساعة 200 سرير. إلى هذه اللحظة لم يعلن المستشفى، إلى هذه اللحظة الموجود في الاقتراض المستمر من 2008 وإحنا الآن في 2021. يعني العفو، مبلغ القرض، لا هو مبلغ القرض فادع القرض، لا يعتبر، لا مبلغ القرض موجود، لكن إحنا لحد الآن القروض المستمرة اللي موجودة عندنا ما بدينا بمشاريعها. ممكن هذا المستشفى يعلن بعد شهر أو شهرين بسبب المتابعة. حضرتك تقول 2008؟ اي طبعا، يعني لهذه اللحظة. ولذلك احنا ليش نلجأ للاقتراض الخارجي الجديد لمشاريع جديدة، واحنا الاقتراض المستمر اللي موجود عندنا لحد الان ما نافذ؟ خلينا ننفذ الاقتراض الخارجي اللي عندنا كمشاريع جديدة، خاصة انه يؤكد خبراء وايضا حتى اعضاء برلمان انه القروض اذا وظفت للاستثمار فيتوظف لاغراض يعني صحية، وايضا اذا كانت توظف للدينار المنتج طبعا هي حالة ايجابية جدا، لكن كحالة استهلاكية لا، راح يكون عامل سلبي. طيب قبل ما انتقل لتفاصيل القروض وهي كثيرة، اريد اخذ من حضرتك تعليق عن اجتماعات اللجنة المالية اليوم. يفترض انتم اعلنتم بانه اليوم تنهون الاجتماع بالسادة الوزراء والسادة المحافظين حتى تنتهي يعني اجتماعاتكم بخصوص الموازنة. ما الذي قررتموه؟ يعني اليوم الى هذه اللحظة لن تكون هناك قرارات نهائية فيما يخص اجتماعات اللجنة المالية. نعم، هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، احنا الان مارسنا دور كاعداد للموازنه. مع شديد الاسف الموازنه اللي اجت من الحكومه وزاره الماليه هي موازنه مشوهه جدا وارقامها غير حقيقيه وغير دقيقه للغايه. احنا قبل يعاب على الموازنه انها نمطها العام نمط محاسبي مو اقتصادي، ما بها رؤيه اقتصاديه ولا بها دينامية. شنو يعني العفو مشوهه وارقامها غير واضحه؟ يعني الان اللي موجوده بعض الارقام من تدقيقها مع الوزراء فيما يخص تعويضات الموظفين او النفقات الاستثماريه او غيرها السلعيه او الخدميه، وجدناها ارقام غير حقيقيه. وبالتالي قدرنا نخفض اكثر من 34 تريليون دينار عراقي الى هذه اللحظه. الى هذه اللحظه يعني معناته ايش قد الفرق انخفض؟ يعني العجز لدينا خطه طبعا مشينا عليها بالتماشي، انه بعض استضافه وزارات خاصه وزاره النفط وبعض الوزارات الاخرى ممكن نوصل بايراداتنا الى 120 تريليون دينار عراقي. وبالتالي مستوى العجز ان شاء الله لا يتجاوز 10 تريليون، وهذا مؤشر خطير على ان عمل وزاره الماليه هو عمل فاشل، باعتبار لما تصل بهذه الشهر الى تعظيم هذا القدر من الايرادات وتخفيض هذا القدر من العجز والنفقات العامة، يعني أن إعداد الموازنة في وزارة المالية هو إعداد وهمي وغير حقيقي، مجرد إرسال موازنة للتخلص من العبء الموجود في ضغط الشعب. هذا طبعا يحتاج يعني رأي وزارة المالية بالموضوع. احنا يعني لأنه أنا أنطي شواهد، نحن نتحدث عن مؤسسة عريقة و
هذه المؤسسة فشلت في 2019 في إعداد الموازنة، وإحنا شكلنا لجنة إعداد استراتيجية الموازنة من اللجنة المالية وكل الوزارات برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد وزير المالية، واتفقنا على مبادئ رئيسية. هذه المبادئ مع بوضع الموازنة، بوضع الموازنة لم تتضمن في الموازنة التي أتت من الحكومة التصويت عليها. طيب هذا لما انخفض عندنا العجز معناته هذا يؤكد بأنه إحنا ما نحتاج دين، أو يؤكد أنه لدينا القدرة والإمكانية إذا عملنا بوزارة المالية أو في الجانب الاقتصادي في وزارة النفط والوزارات الأخرى بشكل صحيح أن الاقتصاد العراقي سيتعافى ويسير بالاتجاه الصحيح. طيب خلي أختم هذا الموضوع بسؤال عن هل وجدتم، اجتمعتوا بالوزراء والمحافظين، هل وجدتم ما لوحتم به كثيرا من هناك تضخيم بحاجة الوزارات للموازنة؟ هو إعداد الموازنة إعداد تقليدي يبدأ من الوحدة الأصغر ثم الأكبر الأكبر، يعني من الشعبة، الوحدة الشعبة، القسم، المديرية، الوكالة، الوزارة، كل جزء من هذه المنظومة يطلب حاجاته، وبالتالي هو يطلب حاجات تضخيمية. لا أنا سؤالي إنه الحال التضخيمي موجود، اعترف الوزراء، طبعا اعترف الوزراء بأنه طلبات في إحدى الوزارات زيادة في تعويضات الموظفين 2 تريليون دينار عراقي، أكثر من 2 تريليون زيادة؟ إيه. وهذا خفضتوه؟ خفضناه طبعا، اشتغلنا بعمل دقيق، وبالتالي أخرنا الموازنة هذه الأيام لكي يعني لا ندخل في موضوع استقطاع رواتب موظفين دولة أو اللجوء إليها، ونعتبر هذا شيء سلبي جدا يؤثر على النشاط الاقتصادي بالبلد، هذا نقطة رقم واحد، ولا نحمل الدولة تبعات مالية في الاقتراض الخارجي السنوات القادمة، وسنقدم توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة الرؤية في ما يخص موضوع الدوائر الموجودة في وزارة المالية. طيب. كنا نؤشر دائما أن هناك لا توجد أي رؤية اقتصادية إلى وزارة المالية، الآن لا توجد رؤية اقتصادية ولا توجد رؤية محاسبية. ولا رؤية محاسبية. دكتور محمود داغر، هذا السؤال أحيل لعهدتك، لكن بعد ما أخذ أرجو أنه تخليه بنظر الاعتبار، خلي أخذ بالبداية قبل ما أتحول لك دكتور محمود، أسأل سيد النائب ميادة النجار عن رؤيتكم لجنة الاقتصاد والاستثمار بخصوص طلب الحكومة، بالأحرى حاجتها هي تقول، إلى القروض. تحية طيبة لحضرتك ولضيفك الكريمين والمشاهدين الكرام. أكيد البلد بحاجة إلى اقتصاد واستثمار وإعمار. إنني لم أرى بعد 2003 أي مشروع اقتصادي استثماري داخل هذا البلد، المشاريع الصحية ولا البنى التحتية الاقتصادية، لم أرى أي شيء اقتصادي واستثماري في هذا البلد. مما يعني الدولة، الحكومة المتعاقبة أبدا ما مهتمين بالاقتصاد، بل الاقتصاد كان في خدمة السياسة. طيب إذا كان الحال الاستثمار وحال البنى التحتية سيء إلى هذه الدرجة، هذا مو يؤكد حاجتنا إلى الاقتراض، خاصة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، هو اقتراض وفق برامج يتم مراقبتها من صندوق النقد، وبالتالي يكون الاقتراض مفيد ومجدي على صعيد الاستثمار؟ أكيد. القروض، إذا احنا نأخذ قروض بس حتى ندفع رواتب، هاي يعني نحمل أجيال، نحمل أطفال العراق الأبرياء يتحملون فوائد هذه القروض الضخمة. إذا احنا مدى نستثمر هذا القروض في استثمار، في هو السؤال الآن ست ميادة، هي هاي القروض معقولة لا ما معقولة القروض. طيب. القروض ما معقولة. لا معقولة، هو نية الحكومة الاقتراض من أجل تغطية النفقات التشغيلية، دفع رواتب. شوف، أي دولة إذا عندهم نقص أو خلينا نقول الفلوس مو كافية لدفع الرواتب أو الاقتصاد أو يبنون بنى تحتية للاقتصاد والاستثمار في البلد، يلجؤون إلى فتح أبواب تلك الدولة أمام المستثمرين الأجانب. طيب. حتى ليش نقترض إذا مستثمرين أجانب موجودين؟ ما أحدد الدولة، فلان دولة تدخل فلان دولة ما تدخل، أنا أفتح أبواب العراق أمام المستثمرين الأقوياء حتى أسوي برنامج استراتيجي قوي أشجع المستثمرين العراقيين اللي غادروا البلد ليستثمرون خارج العراق. يعني سويت فد دراسة دا أشوف أرقام خيالية، مستثمرين العراق دي يستثمرون في إمارات، دي يستثمرون في أردن، في تركيا، في بريطانيا، ليش ما نشجعهم؟ ليش ما نعطيهم فرص يجون يستثمرون هذه المبالغ، هذه الاستثمارات، ليش ما يسووها في بلدهم؟ إذا المستثمر العراقي مدى يستثمر داخل البلد، كيف أشجع المستثمر الأجنبي؟
وكيف اخلي شروط، اخلي خطوط، اخلي نقاط هذا البلد. مو هي المشكله تعرفين حضرتك، يعني المشكله تتعلق بالامن ايضا، تتعلق بالبيروقراطيه السيئه بالعراق، تتعلق ايضا بالقوانين ربما اللي متعلقه بالاستثمار. طيب انا مثل ما انطاني الاستاذ السعيدي موقف للجنه الماليه، اريد موقف لجنه الاقتصاد والاستثمار من القروض الجديدة يعني. نعم، قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك، طبعا نعم. احنا في إقليم كردستان عندنا نقدر نقول قدرنا ننجح نعم. في إقليم كردستان في بناء بنى تحتية اقتصادية، فتحنا أبواب الإقليم أمام جميع المستثمرين الأجانب. الاتصالات، الإعمار، البناء، الطرق، هايوي، المستشفيات، الجامعات الأهلية، قدرنا نبني بنى تحتية قوية. لكن سيدتي هذا ما نستفاد من هذه التجربة الناجحة في يعني أكو يقول لك أكو فرق ما بين الوضع الأمني الوضع هذا أول شيء اللي اشتغلنا بالإقليم عليها، بنينا قاعدة قوية لحماية وأمن الإقليم. يلا قدرنا نشجع المستثمرين الأجانب يدخلون هذا الإقليم. إذا احنا نقدر يكون عندنا أرضية صحية أمنية قوية، فالمستثمر ليش ما يدخل العراق؟ طيب هسه خلينا نتحول. طبعا اوكي تجربه، ولو هي الان التطورات الاخيره ربما تعيق. نعم، عندهم مشكله بالانتاجيه وتوفير الرواتب. انا اريد اقول اكو ازمه اقتصاديه ربما حتى صح. بالاضافه الى تعرقله الرواتب حتى تعيق الاستثمارات المستقبليه، لانه المستثمر يقول لك راس المال جبان. خليني يعني يحتاج بيئه مو بس امنه امنيا لكن امنه اقتصاديا ايضا، يعني مدره للربح. اريد موقف اللجنه الاستثماريه، لجنه الاقتصاد والاستثمار. طبعا نعم. احنا في 22/6/2020 اجتمعنا مع دوله رئيس الوزراء وقدمنا له جميع الاقتراحات، وقدمنا له الجوانب اللي نحتاجها في الاستثمار وشنو المعوقات اللي امام المستثمرين، ولكن الحكومه لم تاخذ باي اقتراح من اللجنه الاقتصاديه، بقت الاقتراحات على رفوف الدوله، رفوف الحكومه. لم تاخذها بنظر الاعتبار بالموازنه؟ بالموازنه، حتى بالموازنه لم تؤخذ بنظر الاعتبار. اللي الموجوده في من مقترحاتنا ميناء فاو، وميناء فاو مخليين قرض جدا عالي للميناء. يعني هذا المبلغ الطائل اللي نقترض من نعطيها للشركه الكوريه، ونقترض من الشركه الكوريه حتى يبنوا لنا الميناء. يعني مدى افتهم شلون هاي المعادله. انا اقترض من شركه من الدوله وأعطي المشروع لذيك الدولة اللي أخذت من عنده قروض، ما أعرف هاي ما أقدر أربطها ببعض. هذا الموضوع أيضا نتحول به بعدين للأستاذ السعيد، بس أنا أريد أسأل الـ 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 يعني اللجنة موقفها ضد الاقتراض الجديد، لجنة الاقتصاد والاستثمار؟ إذا ما يخدم استثمار واقتصاد. يعني ناقشتوا باللجنة القرض الجديد طلب الحكومة؟ أكيد إحنا مع مصلحة العراق، مو ضد العراق. إذا إحنا يوميا نقترض يعني راح الشعب العراقي تكون لاجئين في بلدهم. يعني إذا اقتراض مو لصالح الدولة، مو لخدمة الاقتصاد، ليش نقترض؟ وليش احنا والاقتراض في هذه الحدود، في حدود الفجوه نعم. الفجوه ما بين يعني فجوه اللي بدت تقل نعم. العجز حتى العجز حتى في 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 ظل احتواء البرلمان كما يدعي البرلمان نعم. لفجوه العجز، هل الاقتراض من مصلحه البلد من وجهه نظركم استاذ؟ حتى نقدر هذا العجز الموجود بالموازنه راح نغطيها بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. هاي واحد. اثنين، النفط كان اقل من 40 دولار، هسه النفط ما شاء الله يوميا يصعد، هسه 52 دولار سعر البرميل. طيب. يعني نقدر نغطي العجز الموجود في الموازنه بالاضافه الى ضغط النفقات كما يتحدث نواب وخبراء. خليني اتحول للدكتور محمود داغر. دكتور، اريد بالبدايه اتعلق لي على هذا اللي وصفه السيد النائب بانه تشويش في وضع الموازنه وارقام غير حقيقيه، ارقام غير مبالغ بها. وانا سالته قلت له انت تتحدث عن مؤسسه عريقه هي وزاره الماليه، كيف لوزارة المالية أن تضع موازنة بهذا الشكل؟ أيضا هو تحدث عن وضع خطوط عامة للحكومة من أجل رسم الموازنة، لكن هذه الخطوط العامة يقول السيد النائب لم تؤخذ بنظر الاعتبار. أريد التعليق على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، تسمعني؟ نعم، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجمهور المشاهدين، وتحياتي لك ولل السادة النواب. ألف هلا، ألف هلا دكتور. لا شك أن الموازنة
2021 جاءت بإطار غير مقبول من حيث صيغة الإنفاق الواسع الذي لا يتناسب لا مع وضع العراق ولا يتناسب مع الإجراء الذي سبقه وهو تخفيض قيمة الدينار العراقي. لذلك نجد أن النفقات لكل الوزارات وخاصة الوزارات العسكرية الأمنية ووزارة النفط ووزارة الكهرباء التي تستحوذ على ما يقارب نصف الموازنة، هذه الوزارات جاءت أرقامها يعني أكثر من حدود عام 19 و20. طيب، وهل هذا يتناسب مع وضع العراق الذي يفترض أن يأخذ طابع تقشفي؟ هذا سؤال يثار. نعم. أكيد مجلس يعني اللجنة المالية عندما ناقشت هذا الموضوع ناقشته بعمق. نعم. لا سيما أن هذا الإنفاق الكبير أدى إلى مع إيرادات لا تزيد عن 93 نجم عنه عجزا مقداره 71 تريليون. طيب، هذا الموضوع يثير استغراب أي متخصص. يعني دكتور يعني حضرتك تؤكد إلى حد ما، خلينا نقول ما تفضل به سيد النائب خصوص وصفة للموازنة ولطريقة وضعها وآليات وضعها. هسه بغض النظر عن التوصيفات، لكني أجدها أتفق معه في أنها موازنة متضخمة، يعني تختلف. طيب. عن ما قيل. طيب. لنا بأنها موازنة. خليني أرجع دكتور إذا سمحت، خليني أرجع بالحوار إلى المحور الرئيسي اللي هو محور القروض. نعم. يعني هناك حديث كثير وهجوم على القروض كثير. طيب، اليوم أنا اطلعت على قائمة الدول الأكثر استدانة والأكثر اقتراض، لقيت العراق يعني بدرجة 60 متقدمة عليه دول متقدمة بالاقتراض، ولقيت هناك من يتحدث عن أن الاقتراض آلية طبيعية، ويقول لك ليش هذا التضخيم خاصة إذا كان القرض لأهداف استثمارية؟ وين المشكلة بالموضوع؟ ليش هذا الهجوم على وكأنه وزارة المالية ارتكبت جريمة؟ هسا احنا هذا يعني التوصيف نحن لا نقول، يعني انت من تشوف ظاهرة. نعم. يجب ان تحللها. نعم. القروض ليست سيئة اذا ما استخدمت لمعالجة وضع استثماري متخلف كما هو في العراق. نعم. اما اذا استخدمت لغرض تصحيح اختلال في الموازنة العامة عن طريق تغطية العجز في النفقات التشغيلية، آنذاك لا حاجة لنا بمثل هذه القرض. هذا الجانب الأول. طيب. الجانب الثاني، أعتقد بعد اقتراض عام 2020. نعم. والبالغ 29 تريليون. نعم. وبحوالات مخصومة، أعتقد أن حجم الدين الداخلي فاق 60 تريليون دولار. طيب. 60 تريليون دينار. طيب. ومن ثم إذا أضيف إليه ما موجود في الموازنة العامة في المشروع 47 تريليون دين إضافي داخلي، إحنا نتجاوز 100 تريليون دينار. طيب. أعتقد هذا يجعلنا نبطئ كثيرا من يعني النهم اللي قاعد ألاحظه للحصول على قروض، وكأن مشكلة العراق مشكلة تمويلية. العراق مشكلته مو تمويلية، العراق مشكلته مشكلة أنتوا قلتوها، مشكلة فساد، مشكلة سوء بالإدارة، تدني بالأداء المؤسساتي. العراق تارك حدوده مفتوحة. العراق يستورد 50 إلى 60 مليار دولار ولا يحصل من عائداتها ما يتناسب مع ذلك. العراق نظام الضريبي تعبان. اللي يذهب بهذا اللي تحدث عنه دكتور حضرتك بالنسبة للاستيراد والاستفادة من الاستيراد، تتحدث عن نافذة بيع العملة؟ نعم. إذن حضرتك، طيب، أريد تعلق لي على موضوع الاستثمار، يعني استعمال سادة في مجلس النواب فرق السعر بالنفط من أجل تغطية العجز،
تعتبر هذه الآلية بتغطية العجز هو يعني ناجعة؟ وزير المالية في بيان المرفق مع الموازنة يقول نحن لو لم نخفض قيمة الدينار لكان العجز بدل 71 تريليون 94 تريليون. لا بل يؤكد في بيانه المرافق للموازنة بأن أهم أهداف تخفيض قيمة الدينار العراقي هو تقليل العجز وتمويل النفقات. هذا معلن وحقيقة، يعني لا أحد يستطيع إضافة إلى يعني هذا معناته أنا أريد أسأل دكتور هذا السؤال باعتبار السيدة النائبة تطرقت للموضوع، الموضوع تطرقت إلى موضوع تغيير سعر الصرف. يعني كلامك يعني بأنه تغيير سعر الصرف وفق الموازنة هذه صار بلا جدوى أو كأنه آلية لم يتم استثمارها؟ يعني أنا أقول أن هذا رأي تخفيض قيمة الدينار رأي موجود ورأي محترم، لكن هذا الرأي اجت وياه كباكج اقتصادي، خلينا نناقشه كباكج اقتصادي، اجا وياه موازنة غير طبيعية لا تدلل على أننا في وضع حرج. ترى التخفيض في قيمة العملة للدول ذات نظام سعر الصرف الثابت هو منعطف تاريخي، يعني العراق من 2008 إلى وصلنا 2021 يلا غيرها مرة واحدة. وأعتقد هذا التغيير سنلاحظ سيتضاءل تأثيره مع هذا الحجم الكبير. لو العجز منخفض، لو ما عندنا عجز، لو ما نلجأ إلى الدين، لا فعلا نقول على الأقل الهدف التمويلي استفدنا منه. وبعدين نناقش أهداف تحفيز الصادرات، تقليل الاستيرادات، تقليل استنزاف العملة الأجنبية، أهداف تلي هدف التمويل. طيب خليني دكتور أرجع للسيد النائب ناجي السعيدي، وأريد أرجع أناقش وياك موضوع كثيرا ما يتم تداوله بموضوع الدين الخارجي، الدين من صندوق النقد الدولي. هناك من يتحدث عن أنه هذا رهن للعراق تحت أو رهن لشروط الصندوق، بالنتيجة للصندوق يدعون أنه للصندوق سياسات، لكن الواضح أو المتداول أنه الصندوق ما عنده سياسات، الصندوق عنده سياسات تنموية وبالنتيجة قروضه تؤدي إلى تنمية البلدان فيما لو اتبعت البلدان شروط هذا الصندوق. يعني أولا أكو سقف للدين العام، تعرف الدين العام عندنا دين عام خارجي ودين عام داخلي. قاعدة اقتصادية عندنا تقول إذا تجاوز الدين العام الخارجي 40% من الناتج المحلي الإجمالي اللي يمثل صافي قيم السلع المنتجة بالبلد والخدمات، هذا راح يؤدي إلى بداية الانهيار الاقتصادي. وهل تجاوز؟ لم يتجاوز. وإذا تجاوز الدين الداخلي 60% من الناتج المحلي الإجمالي هم راح يؤدي إلى مشكلة اقتصادية كبيرة. حنقرأ رقم واحد. اثنين، التجارب اللي موجودة الاقتصادية في الدول التي تعاملت مع صندوق النقد الدولي هي تجارب سيئة جدا. مثلا هناك دولة انتعشت اقتصاديا من خلال اقتصاد صندوق النقد الدولي. المشكله الدول، عذرا، الدول اللي تعاني من فساد، تعاني من هدر للمال طبعاً العام. طبعا هو الجو العام اللي موجود هو هذا الجو العام، لكن هي المشكله الرئيسيه انه استخدامات هذا القرض هو الجانب الاستثماري، استخدام الجانب الانتاجي. هذا الدينار راح يكون دينار منتج، راح يؤدي كأنما أي مواطن اليوم يأخذ قرض من أي مصرف، وهذا القرض يأخذ المشروع استثماري يسدد منه، وبعدين يتحول هذا المشروع هو ملك لهذا المواطن. لا، احنا بالعكس جاي نأخذ الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة العامة العراقية، وبالتالي ما راح يكون له أثر استثماري منتج على المدى المتوسط والبعيد. تتحدث عن معطيات؟ طبعا هذا اللي موجود في أرض الواقع. يعني تتحدث عن تقييم للقروض السابقة؟ هذا الموجود على ارض الواقع. شنو الموجود على ارض الواقع؟ يعني اليوم اذا عندنا هسه الاقتراض الخارجي اللي عندنا في الموازنه اللي موجوده، انطيك بالارقام. يعني اليوم عندنا في وزاره، مثلا وزاره الكهرباء، عندنا 2 مليار و442 مليون دولار اقتراض لمشاريع جديده مستمره، 8 جديده و6 مستمره. طيب تجي ذا وزاره الماليه الى وزاره التخطيط الى وزاره الصحه الى وزاره النفط، وبالتالي هاي وزاره النفط اللي هي وزاره تمثل اليوم دور ثانوي الى يعني وزاره ماليه ثانيه، وهي مشكله عندنا كبيره الان، حتى بجلسنا مع السيد وزير النفط واجهنا هاي المشكله أنه؟ يعني اليوم عندنا من مبادئ الموازنه وحده الموازنه يعني انه شكو اي دينار او ايراد يجب ان يدخل الموازنه العامه للدوله العراقيه، واي انفاق يجب ان يخرج منين؟ من الموازنه العامه للدوله العراقيه. تجد وزاره النفط تمثل وزاره ماليه اخرى. شلون يعني تصرف؟ جاي وزير الماليه
من يمه تصرف مشاريع مشاريع استثمارية من يمه وزير النفط طبعا وزير النفط بدون الرجوع الى الموازنه العامه الاتحاديه. طيب هذا مو مخالف القانون قانون الموازنه؟ القانون ثبت شلون على السيد وزير النفط في هذه الجلسه الاخيره ليش احنا وشنو كان تبرير الوزاره؟ يعني الوزير. تبرير احنا عندنا مشاريع وعندنا مصافي ونريد نصرف عليها بس هذا شيء مو حقيقي. يعني مثلا يا سيدي الكريم انت الان تتحدث عن مخالفه القانون؟ طبعا مخالفه القانون احد المخالفات والايرادات المهدوره اللي عندنا. عندنا النفط دائما هو ملك للشعب العراقي. طيب النفط المستخرج ملك الشعب العراقي. طيب. عندنا نفط ما يقارب يومية كصافي 600 إلى 610 ألف برميل يوميا. زين. هذا يخرج من باطن الأرض يذهب إلى الشركات العاملة في وزارة النفط، شركة الإنتاج، شركة النقل، وشركة التوزيع. وتوزع هاي الإيرادات بيناتهم، ينباع النفط وبعدين توزع هذه المبالغ. زين. البرميل ينباع $3.5 ما يقارب 5000 دينار عراقي. زين. سعره بالسوق اللي موجود إيش قد؟ إيش قد؟ جاوز الآن $52 يعني وبالتالي يجي يقول لك أنا شركة شركة رابحة. أنت طيب. مو شركة رابحة. أنت جاي تأخذ بأموال الشعب العراقي بأموال موازنة. هاي المفروض إيرادات تدخل وين؟ تدخل الموازنة العامة. وهي ما تدخل؟ بتدخل. دخلناها الآن في الموازنة حاليا. بدأنا بالتدخل تدخيل تدريجي. طيب أنا بالمناسبة حضرتك تحدثت يعني عن وزارة الكهرباء وعن التعلق بين أنه طيب شنو المشكلة إذا وزارة الكهرباء رادت تسوي مشاريع جديدة وتكمل مشاريع قديمة؟ بس أنا بالحقيقة سؤالي مو هذا. ما عندنا مشكلة إذا كانت المشاريع المستمرة كملت، لكن أنت المشاريع اللي عندك والقروض بقالها سنوات أنت ما مكملها وتريد تأخذ قروض جديدة. هذا المشكلة يعني. هذا إشكال وبالتالي طيب. تحملنا عبء احنا في تحمل موازنة. هذا اليوم الاقتراض يدخل في جانبين، يدخل في جانب الإيرادات العامة وفي جانب النفقات العامة ويضخم حجم الموازنة ويضخم الحاجز اللي عندنا. لكن من يطلع هذا راح يقل عندنا الإنفاق العام ويقل عندنا الإيراد العام وبالتالي ايش راح يقل عندنا؟ راح يقل عندنا العجز اللي موجود. لو كنا نؤمن ان هذه الوزارات راح تنتج وراح تشتغل بهذه المبالغ ما عندنا مشكلة. استاذ ناجي انا سؤالي ايضا عن القروض السابقة، يعني هل في 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 لجنة اللجنة المالية اجريتم تقييم للقروض يعني القروض الاستثمارية السابقة ونجاح الحكومات في استثمارها في استعمالها استثماريا؟ اجريتوا تقييم بحيث لقيتوا خلل يقتضي انه تشككون بال 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 بالقروض الاستثمارية؟ يعني وزارة الصحة مثلا نعم ما اخذ يعني قروض من جايك اليابانية، منظمة نعم. جايك اليابانية نعم قرض محدد، هذا نعم. القرض مستمر نعم من ضمنها مستشفيات. انا اليوم من محافظة ذي قار من مدينة الشاطرة اقرا لسنتين بناء مستشفى بمدينة الشاطرة 200 سرير من قبل منظمة جايك اليابانية لدار وزارة الصحة، وانا صار سنتين اراجع وزارة الصحة اريد اكمل المشروع لحد الان ما كان وصلنا تونا الى مراحل الاعلان. يعني هاي مشاريع ما كامل لحد الان. هسه هذا مثال مرتين حضرتك اطرحها، اريد امثله اخرى. انا يعني اتحدث عن عن اتحدث عن تقييم لجنه ماليه لحكومات متلاحقه. كل الوزارات اللي اخذت قروض لحد الان ما مستغله اكثر من 70% من قروضها المستمره. عجيب. يخلي يكمل قروض حتى تعطي قرض جديد، ليه تحملنا عبء اقساط ديون وفوائد ديون وعبء دين خارج. طيب هذه القروض السابقه اللي ما مستثمره ندفع عليها؟ لا ما ندفع، احنا ندفع على القروض المستمره، على القروض اللي ناخذها اللي نستغلها حصرا، بس احنا استخدم هاي القروض اللي موجوده. وشخصتوا هذا المشاريع اللي مغطاه بالقروض ولكن ما مستثمره شخصتوها؟ كل هاي الادوار هي مو ادوارنا بالحقيقه، هاي مو ادوار اللجنه الماليه، هذا دور وزاره التخطيط وهذا دور وزاره الماليه وهذا دور دائره الدين العام وهذا دور دائره الموازنه اللي موجوده. كل هاي الادوار اديناها احنا، هو مو ادوارنا، لكن احنا نجبرنا نأدى هاي الادوار حتى نوصل للارقام الحقيقيه ونشوف البلد وين رايح باي اتجاه. لازم نعالج معالجات حقيقية وسريعة، نعظم إيراداتنا ونخفض نفقاتنا ونمشي البيت بشكل صحيح ونعيد النظر في وزارة المالية وأداء المديريات العامة في وزارة المالية. طيب خلينا أتحول للسيدة النائبة عند هذا الموضوع، وهذا اختصاص لجنة الاقتصاد والاستثمار. أريد تقييم لأداء الحكومات المتلاحقة فيما يتعلق بالمشاريع المغطاة بالقروض حتى نقدر نعرف إحنا أنه الحكومة ناجحة في الاقتراض من أجل الاستثمار لو لا. طبيعي أقدر أقول 2% استخدموا القروض في استثمار في هذا البلد. مو 2%؟ لا أقول يعني 70% مستمر. أي بس شنو المشاريع؟ لكم مشاريع كملت وأنجزت. أي سلمت محطات كهرباء في الناصرية في البصرة في السماوة في الرمادي في صلاح الدين في الموصل. 70%؟ أكو مشاريع 70% كملت. 70% الكهرباء مو؟ أي كهرباء بقيت الوزارة. وخوش مثال عندنا الكهرباء يومية ساعة واحدة أو ساعتين المواطن عنده كهرباء. شلون أنجزت المشروع والمواطن ما عنده كهرباء؟ هذا قصدي. المشاريع اللي أنجزت 70% مثل حضرتك ما تطرق عليه. أنا ما أتكلم هذه المشاريع، هذه المشاريع مو استفادت منها المشاريع التي أنجزت.
انا اليوم مو ارد اقيم، مو ارد اقيم وزاره الكهرباء، انا جاي اقيم القرض اللي اخذته. يعني حضرتك تتحدث عن نجاح؟ انا احكي مو نجاح وزاره، انا احكي عن نجاح قروض، استغلال قروض او فشل. اذا نجاح استغلال القروض، استغلال القروض مو لصالح الشعب. يعني اذا انا استخدمت 80 70% القروض في المشاريع، اقل مثال ابسط مثال كهرباء، ايش قد صرفتوا على الكهرباء لحد الان؟ يمكن 30 مليار دولار صرفوا على الكهرباء، ساعه ساعتين المواطن عنده كهرباء. يعني احنا فشلنا ما قدرنا. طيب هذا مجال الاستثمار بالكهرباء. غير الاستثمار، انا قلت ست ميادة اريد اقيم اداء الحكومه فيما يتعلق بالاقتراض، حتى نقدر نعرف بانه وزاره الماليه لما تلجأ الى الاقتراض الاستثماري خطوتها ناجحه لو مو ناجحه. اذا هي سابقا كانت ناجحه، اذا بنسبه 70% 80% 60%، اذا يكون الحكي معقول. اي بس انا ما اعتبر ناجحه القروض اللي انطيني معطيات، انطيني امثله غير الكهرباء. احنا كعراق المصانع القطاع الخاص، الحكومه قدرت تغطي؟ الحكومه قدرت تجتمع وياهم كقطاع خاص يجيبهم يقولهم يابا انتم شو تريدون؟ شنو المعوقات امامكم؟ هاي قروض عندنا، تعالوا خلي اعطيكم المصانع، المطابع، المعامل، الخياطه، اي شيء، اي شيء بالبلد الموجود. لحد الان وين الخريطه الاستراتيجيه؟ وين هاي الخطه؟ اذا انا اخذ قرض و5% من هاي المبلغ اللي كله خلوها في استثمار اي شيء في اقتصاد، اي شيء لدعم الاقتصاد، الاقتصاد مو القروض. بس انا ما دا اشوف هاي الاستثمار، وين هاي الاستثمار؟ قدر هاي الاستثمار، هاي القروض يصرفوها في النقطه الناجحه في مكانها الصحيحه؟ اكو ما قدروا يستخدموها. اكو مشاكل تتعلق بالفساد في اكيد اكيد. اذا ماكو فساد اصلا، هاي الموازنات اللي موازنه الان وموازنات السابقه كلها موازنات ترقيعيه. كل هاي الموازنات موازنات ترقيعيه، ما قدروا يحلون لغز الخدمات، ما قدروا يقدمون ابسط خدمات لهذا الشعب. اذا انا اخذت قرض 100 مليار دولار استثمار، وين هاي الاستثمار؟ انا اريد اشوفها في ارض الواقع، انا ما اريد اشوفها على الورقه، انا اشوفها منفذه في ارض الواقع. اسال دولة رئيس الوزراء. مع ذلك أنا أتحدث عن، يعني يفترض لجنة الاقتصاد والاستثمار تحدد أمثلة محددة حتى تحاكم من خلالها الحكومة، يعني حتى تراقب من خلالها الحكومة. يفترض تستدعي وزير التخطيط أو تستدعي وزير المالية حتى تقول له أو تسأله، مو بهاي الحكومة بس، الحكومات السابقة أكيد. هتراكمات مو مال هاي الحكومة، تراكمات 18 سنة. يعني أنا أجيب كاظمي وحاسبة على شنو؟ على عندكم ملفات مهمة، عندنا ملفات مهمة دا نشتغل عليها ونقدمها إن شاء الله في وقتها، راح نطرح الملفات. و ما ممكن هسه عندنا برنامج خاص راح راح يعني نزور كل المصانع الموجودة في البلد وشلون نقدر نعطيهم فرص حتى يقدرون يخدمون هذا البلد. مو بس ناخذ قروض ونخليها، والله هاي القروض احنا ما استخدمناها، 30% 70% استخدمناها بس مو في مكانها الصحيحه. طيب يعني ايش سوينا احنا؟ طيب خليني اتحول الدكتور محمود داغر، اريد حضرتك تعطيني تعليق على شروط صندوق النقد الدولي، وهي شروط تتحدث يعني عن بصراحه ضبط لمعايير الاقتصاد، يعني فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، وهي حديث الشعب وحديث الناس وحديث فقراء. يقول لك الصندوق يقول يا أبا هاي البطاقة تغطي كل الشرائح، يعني حتى الموظف اللي راتبه مليونين يأخذ مساعدات، فأنتوا قللوها. الصندوق يتحدث عن الرواتب المزدوجة، الصندوق يتحدث عن دعم بعض الخدمات، الصندوق يتحدث عن النظام الضريبي. طيب ألا ترى أن هذه الشروط اللي البعض يعتبرها أنه ترهن البلد لشروط الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، ألا تراها شروط صحية؟ أولا صندوق النقد ليس جمعية خيرية. صندوق النقد لديه اشتراكات أعضاء، وبالتالي عندما يقوم بالإقراض عليه أن يضمن أن البلد المقترض قادر على التسديد، وهذا هو الشرط الوحيد الذي يتابعه الصندوق. طيب الصندوق يتبع اتجاه السياسة الاقتصادية الذي يريد البلد ومخططينه وإدارته المالية. يعني احنا كنا متفقين
هنالك هدر قضية البطاقة التموينية. احنا متفقين، احنا ضد الازدواج الضريبي. انا مثل ما قلت لك، المشكلة بينا وليس بالمانحين. العالم مستعد وقدم ومد ايده مرة انه مرتين. اذا نتذكر حتى انت ما دام ردت مثل على القروض، احنا ب 15-16 اخذنا من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي ما يقارب 6.5 تقريبا دولار، 6 مليار ونص دولار. وين راحت؟ طيب راحت لعجز الموازنة، راحت لإصلاح هياكل، راحت إلى وزارة الكهرباء، ونحن ما زلنا نئنه من وزارة الكهرباء. أخذنا 2 مليار عام 2017 عن طريق منح سندات لغاية عام 2023 قاعد تنباع بالسوق الدولية. يعني هاي القروض ما تم استثمارها على الأقل أبداً. طيب والمفروض هي انت طيب والمفروض هي هذه القروض يعني ضمن برنامج يتم مراقبته من المؤسسات الدولية سواء كان البنك أو الصندوق. القروض الشريحة اللي أخذت ما أخذت لأغراض السابقة أنا أتكلم عنها. كان عندنا وضع محرج، كان عندنا عجز بالموازنة، انخفاض موارد، ذهبوا إلى الاقتراض، لكن لم تكن حصيلة النفقات. يعني احنا الكل متفقين إنما أنفق هو كله على بنى تحتية ولم تكن هنالك جودة، على الكهرباء ولم يكن هنالك إنجاز. أنا اللي أريد الإنفاق اللي يصير نتيجة القرض يأتيني بعائد، مصنع، مزرعة، ترعة، رواء، استصلاح أراضي. أما إحنا يعني هسه حتى واحد من يقول لي أكو جزء بالاستثمار المشروع الفاو، أكو للقطار المعلق، أو مثلا السيادة النائبة تقول إحنا بنينا بكردستان، إحنا لو بانين مصانع ولو بانين مزارع وما خلينا الفلاح يترك مزرعته او يجي يشتغل حرس وامن وبيشمرقه. احنا ما كان لجأنا للاقتراض، ما كان هاي حاجتنا. انا ضد الاقتراض، يجب ان يكون مخصص لا في برنامج اصلاح هيكلي. برنامج الاصلاح الهيكلي نحن لا نجيد. شنو قصدك بالمخصص اريد اتحول من حضرتك بس باختصار. بس تسمح لي دقيقه. تفضل. لذلك الصندوق في 2018 اوقف مهمته، قال انا انسحب لان انتم وقعتوا وياي على تنظيم سياسات وانتم كل سنه تعينون، فانا انسحب. وكان القرض يفترض 5.3، احنا اخذنا منه 3.2. بالتالي طيب. هذا يعطيك انديكيتر انه احنا قضية الاقتراض قضية اصبحت يعني اوفر لود بالنسبة للعراق، ويجب مراجعتها. لا بل انا اطلب الشفافية. طيب. ولأي مشروع تذهب؟ طيب هذه الأسئلة كلها اللي صارت طبعا بالبرنامج يعني في عهدة وزارة المالية، وأكيد وزارة المالية عندها وجهة نظر وتقدر ترد عليها. أريد أرجع للسيد السعيدي. أكو إلحاح طبعا على قرار من قبل المتابعين الآن على قرار 315. شنو هذا تناولته؟ اسمح لي بدقيقة قبل قرار 315. أنا راح أناقش وياك هواي تفاصيل. أوكي بس ارجع لي للقرار. أرجع لك للقرار. نعم. أكو فرق عندنا بين الاستثمار المحلي والخارجي. طيب. أكو فرق عندنا بين الاستثمار الإنتاجي والاستثمار الخدمي. اليوم كلنا في مجلس النواب عليها مهام ومسؤوليات. هاي المشاريع إذا كانت متلكئة أو غير منتجة أو غير الغرض الموجود، المفروض لجنة الاقتصاد والاستثمار تدي دورها الحقيقي هنا. طيب. مثل ما اليوم إحنا كلجنة مالية مأدين دورنا في الموازنة، جايين نعمل من الساعة 9 صباحا الساعة 10 11 ليلا حتى نوصل نخفض العجز ضد مهامنا. وهاي مسؤوليتهم، المفروض عندهم بيانات دقيقة وواضحة. وهذه البيانات مو موجودة؟ ما أعرف بعد، هم يجاوبون عنها، عن حجم المشاريع المتلكئة. هاي نقطة رقم واحد. فيما يخص 315، اليوم اللجنة المالية تعمل ليل نهار حتى توجه الموازنة نحو الطبقات الفقيرة والكادحة. طيب. ذوي الدخل المحدود، لا راح ينشملوا باستقطاع كموظفين دولة. أنت تعرف اليوم أكثر من 10 ملايين فرد عائلة عراقية يستلمون راتب. نعم. بعنوان عقد أو موظف دائم أو متقاعد. طيب. أو يعني داخلية أو الدفاع أو الأجهزة الأمنية الأخرى. زين. بالتالي إحنا نريد نوجه الموازنة نحو هاي الطبقات، الآن نعمل ليل نهار
حتى نوجد تخصيص وتمويل مالي لقرار 315 ونشمل به هذه الطبقات الفقيرة وكل يعني لجنة المالية. يعني الآن ماكو قرار متخذ بهذا الشأن أكثر وضوحا؟ احنا الأكثر وضوحا لحد الآن لم يتخذ، لم يتخذ، لكن جمعنا بعض الأموال، ناقلنا بعض الأموال مبدئيا من بعض الوزارات، ناقلنا من مواطن الترف. ايش قد نسبة الحل اللي توفره للمشمولين بهذا القرار؟ نسبة مطينة يعني وصلنا نسبة أكثر من 70%. 70%؟ أي أكثر من 70% الآن وصلنا. ناقلنا من مواطن الترف إلى مواطن الفقر والعجز والفاقة اللي موجودة في عند أبناء الشعب العراقي. طيب شملنا بالاستقطاع الرئاسات الثلاثة وموظفينها، سواء كانت رأس جمهورية أو رأس مجلس النواب، راجعنا موازناتهم بالتفصيل، حذفنا الكثير، وجهناهم ببيع الكثير من الأملاك الغير ضرورية فيما يعني يتعلق سيادة النائب. إيه تفضل كمل، أنا لأن يعني الوقت بدأ يضايقني، تفضل. إيه ما يقارب الآن أكثر من يعني مثلا في رأس الجمهورية أكثر من 600 سيارة. 600 سيارة؟ أي أيوه، وهذه هي عطلات وسيارات قديمة وتحملنا عبء، وجهناهم نبيعها سيارات ما محتاجينها هم. كثير من مواطن الترف هنا في هذه الموازنة. طيب ما يتعلق بالقروض أيضا، قريبة من القروض وما دام وفد إقليم كردستان الآن موجود في بغداد للتفاوض، هل صحيح أن الحكومة الاتحادية تدفع أو تسدد قروض إقليم كردستان، وش قد تسدد من عتب الموازنة؟ لا اليوم إقليم كردستان هذا الاقتراض أكو بعض المصادر للموازنة هي مصادر سيادية، سواء كانت النفط أو الجمارك أو الضرائب أو الاقتراض. طيب وبالتالي هذا لما ندخل في الموازنة وزع من خلال الموازنة راح طبيعي أنه يكون السداد من خلال الموازنة العامة، أما كتسديد لقروض خاصة لإقليم كردستان هذا غير موجود نهائيا. بما يتعلق بالشركات والتزامات الشركات النفطية لهذه اللحظة لم يحسم الموضوع فيما يخص إقليم كردستان، المفاوضات جارية. اليوم التقيتوا بهم؟ التقينا بهم أمس وقبل أو أمس، والبارحة حاضر نائب رئيس وفد الإقليم السيد قباط الطلباني، وكان الرجل يعني مبدئيا يذهب نحو الحل ونحو المشاكل، كثير من المعطيات إيجابية جدا لأول مرة، أنه مستعد لتسليم النفط، مستعد لتسليم الإيرادات الأخرى، وهذا شيء وهذا إيجابي. قرار متخذ من قبل الإقليم كله يعني يتحدث نعم على نقطة، يعني إيه أكو التزامات وكو حقوق. طيب حقوق للإقليم وكل التزامات تجاه الحكومة الاتحادية وكل، وهذا الشيء إحنا اللي مبدأ الرئيسي للتفاوض مع الإقليم. طيب خليني أجواء من سيدة لحظة أجواء إيجابية جدا، وأعتقد أنه الآن هم جايين بالحل المطلوب من قبل القوى السياسية الموجودة. ست ميادة، شنو هذا الأجواء اللي يتحدث عنها اللي هي يبدو أجواء تفاؤل؟ هل هناك قرارات جديدة متخذة بالإقليم خصوص التفاوض؟ الأجواء الإيجابية زميلي تحدث عنه، وفد إقليم كردستان برئاسة سيد قباط طالباني نائب رئيس الوزراء، نعم، يحمل رسالة يعني في اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء مع سيد مسرور البارزاني، بأنه متفقين على تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف واردات المنافذ الحدودية، واتفقوا أيضا في. طيب مو هذا الكلام كان يدور بالاجتماعات السابقة اللي صارت قبل حوالي نعم شهر؟ بس كان في اجتماعات السابقة وفي موازنة 2019 كان أكو بند، احنا مشينا على الدستور. نعم. إذا أقليم كردستان يسلم 250 ألف برميل نفط يومي يأخذ 10 تريليونات وكسر. طيب إذا ما يسلم النفط يستقطع مبلغ النفط من الموازنة. طيب يعني اللي دار كان قانوني ودستوري مع إقليم كردستان هذا سابقا، هذا بال 2019. طيب شنو اللي استجد الآن؟ هسه احنا يعني بدينا نتفق ونتفاوض مع الحكومة الاتحادية بتسليم النفط 250 ألف برميل يومي، لأن احنا الآن في إقليم كردستان كما تحدث زميلي في أزمة مالية خانقة حتى أثرت على اقتصاد وعلى إعمار مو بس فقط إقليم كردستان. يعني نستطيع أن نقول أنا أريد أتحول إلى الدكتور نستطيع أن نقول أنه فرص الحل الآن أصبحت قريبة كبيرة جدا. طيب خليني أتحول. ونحن حاضرين على تشكيل لجنة من اللجنة المالية، الرقابة المالية الاتحادية مع ديوان الرقابة الرقابة المالية، وهذا كان 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 هذا محظور على الديوان أنه يشرف على. لا ما محظور. لا سابقا كان محظور. أنا ناقشت السيد رئيس الديوان سابقا، أنا الوقت بدأ يضايقني، محظور أو ما محظور مو مشكلة. دكتور أريد تعلق لي على تأثير القروض على الطبقات المهمشة والفقيرة، هل تؤثر سلبا أم لا من وجهة نظر اقتصادية من وجهة نظر مختص؟ والله يعني هذا يراد لبحث محاسبي لحساب، لكن بالتأكيد نعم أنا أكرر أنها لن تساعد
قروض إضافية لغير الاستثمار لن تعود لا على بس أنا أرجع نعم لن تعود كمل نعم تفضل كمل لن تعود لا على الحاضر ولا على المستقبل لكن 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 إذا ضغط صندوق النقد ولا البنك الدولي ولا أي مؤسسة باتجاه تنظيم الضرائب ولا رفع الدعم ولا تنظيم البطاقة هذا مو بالأخير يصب بصالح وين الأوتبوت؟ أنا الآن عندي مشكلة أريد أوتبوت أريد ناتج أريد أرباح أنا عندي مشكلة نعم. يعني كل من يقول لك أسعار النفط ترجع 65 قل له ما ممكن كل من يقول لك إحنا نستطيع إحنا قاعد نأجل أزمة طيب مع هذا الدين 100 تريليون راح يوصل الدين الداخلي والخارجي 27 غير المعلقة زين هذا 14 تريليون دافعين إحنا أقساط وخدمة الدين شنو بالبال يعني ماذا يفكرون في إدارة مالية العراق العامة طيب دكتور عند هذه التفاصيل مضطر أختم لأن وقت البرنامج انتهى إذن أعزائي المشاهدين شاكرا ضيوفي الكرام النائب ناجي السعيدي عضو اللجنة المالية النيابية النائب مياد النجار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والدكتور محمود داغر الخبير المالي والاقتصادي أيضا أعزائي المشاهدين أشكركم على المتابعة وإلى لقاء آخر.